ومن العلامات الصغرى للساعة أن تباع القضايا الشرعية بالرشاوى، فيقضى للظالم من أجل ما يستقبله الحاكم من الرشاوى. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الطبراني: بادروا بالأعمال ستة، ذكر منها بيع الحكم، وذكر منها قال استخفاف بالدم، استخف الناس بالدم، يذبح الآدمي كأنه يذبح العصفورة أو دجاجة. ولذا في المسند قال عليه الصلاة والسلام: حتى إن الرجل يلقاه أخوه فيقتله، هكذا